يا محلى الأربعة اللي عامل حاله خميس، سعد لي إياها اليوم ما أحلاها عن جد. يعني إحنا متضايقين إنه إحنا بكرة ما رح نشوفكم، بس من جوا من زغرت. إذا بدك نداوم حبيبتي، داومي يا عمري. لا أنا وياكي، ولو إحنا توائم. أنا أم والأمومة سهلة بس مستاهلة، مش سهلة بس مستاهلة. إجازة الأمومة قطعتها عشان. صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة من مشوارنا الصبح. وقعت يا حبيبي والله عطولي حطايا بهيدي. هيا الله سبحان الله، أنا ما بحكي إشي لحاله، رب العالمين بياخد لي حقي. هل بقول له بابا معقول كسر؟ قال له كسر، كان لهسه قاعدة. شو بعرفني، اللي زيك ما بنكسروا هدول، بس هيك بتورم. حفل الله عينك كبة يا شيخة. يسعد صباحكم جميعا، إن شاء الله تكونوا نمتوا منيح ورايقين اليوم، وأكيد مبسوطين لأنه الأسبوع القصير دائما بيبسطنا إحنا كأردنيين، وإن شاء الله كل عام وإحنا بألف خير بمناسبة السنة الهجرية. واليوم عنا موضوع حلو كتير نادية اختارت لنا إياه، اسمه 10 علامات تدل أن الحب بينكما انتهى. وإحنا دائما مع قراءة ما بين السطور، يعني إحنا منحب نادية تحديدا كانت دائما من زمان أول ما بدينا بصحصح تحكي دائما قديه بالعلاقات العاطفية العلاقة ما بتنتهي وقت ما الطرفين يحكوا إنها انتهت، العلاقة بتكون منتهية من أشهر. بس إحنا بنرفض إن نقرأ هاي العلامات. شوفوا إحنا اليوم الصراحة يعني بعيدا عن فلسفتنا الشخصية رح نقرأ لكم العلامات كما هي. صح، شو رأيك رهوفة؟ 100% رح نقرأها كما هي، وإنتوا عاد شوفوا عاد شو عاد وضعك انت وجوزك. بقول لك يا رهف، من العلامات التي تدل على انتهاء العلاقه انغماس كل طرف في عالمه الخاص. صح، منفصلا عن شريكه، يعني الزوجه تقضي معظم اوقاتها في التسوق عشان تطلع من حاله الاكتئاب والوحده اللي بتعيشها، وتحتل كرة القدم مكانة المرأة في قلب الرجل، فكل واحد بكون منشغل عن شريك حياته في اهتمام خاص به. هاي أول علامة. الثانية، العلامة الثانية، تخيلوا حالكم بعد يوم شاق في العمل بيجتمع الزوجان في منزل واحد لا يستمعوا لتفاصيل حياة كل منهما. كيف تعرفوا أنه العلاقة انتهت؟ بتلاقوا أنه كل واحد متقوقع على نفسه، ما في أي نوع من الأسئلة، ما في أي نوع من الغزل، يتوقف الرجل تماماً عن التغزل بزوجته ومبادلتها عبارات الحب والدلال. في الوقت أيضاً اللي بتلاحظوا بأنه العلاقة بين هذا الرجل وهذه المرأة شبه معدومة، يعني العلاقة بحكي الدافئة، عبارات الحب إحنا ما بنكبر عليها، فبالتالي لما تنعدم لا في شيء غلط، يعني لازم يدق ناقوس الخطر. لازم يدق دق ما له حل. بعدين اسمعي رهوفتي، شوفي الثالثة حزنت عليها. ايش بقول لك؟ من بين العلامات التي تدل انه هاي العلاقة انتهت افتعال الزوج لعدد من المشاكل متعللا باسباب تافهة، كأن يستيقظ الصبح بقولها مثلا ليش الدنيا عتمة، ليه مسكر الأباجورات مثلاً. هذا الوضع الطبيعي مثلاً. فهذا تقريبا يجزم بأن الرجل لا يريد مواصلة حياته معك. إذا بصير يفتعل معك مشاكل سخيفة لأسباب تافهة ويضل في حالة من اللوم والعتاب والاتهامات المتتالية، وأنت بتصير تشكي بحالك، تحاول ترقعي من هون ترقعي من هناك. انت حكيتي اشي كتير مهم عن الرجل. دائما اشيائي مهمة. لا انت كنت بتحكي مهم ما شاء الله عليك. نادية حكت اشي كتير مهم عن الرجل لما يصبح بيفتعل لمشاكل عديدة مع زوجته. هاي واحدة من العلامات التي تدل انه هاي العلاقة انتهت، او الحب بهاي العلاقة تدهور وانتهى. العلامة الرابعة هي للمرأة. يما المرأة لما بتشعر بانه زوجها لم يعد يهتم بها، او لما هي تبطل تحبه، بتصير تقضي كل وقتها برفقة أصدقائها أو صديقاتها، أنا قصدي بتمضي معظم وقتها في التسوق، بتحسها دائماً بدها تطلع عشان ما تقعد بالبيت مكتئبة، بدها تروح عند أهلها. كل النشاطات اللي ممكن إنها تكون بتحب تمارسها هاي الزوجة كانت مع زوجها، بتصير تقول لك لا يا عمي ليش وجعت الراس، باخذ الاولاد بروح عند اهلي لحالي، بطلع مع صحباتي. حتى بتبطل تفتعل مشاريع وانشطه بتجمعهم هم الاثنين كازواج. وهي انا صراحه عم بشوفها كثير على عدد كثير كبير من السيدات في مجتمعنا، عايشين حياه منفصله تماما بعيد عن ازواجهم، بس انه احنا متجوزين قدام الناس. رهف اسمعي، مره ست قالت لنا شغله اثارت هيك استعجابي.
استعجبتي؟ استعجبت أنا بيني وبينك. المهم بتقول لي جوزها كان يموت غير عليها. على مستوى وين؟ بدها تطلع مع صحباتها مثلا. يقولها ايه بتراجعة؟ يرنرن لها 7000 مرة. اوكي. يعني زلمة بحب حب التملك كان عنده. تقول طبعا بلش صار في برود بالعلاقة وصار في تدهور والى اخره. بتقول انا ليوم عرفت انه خلص I lost him. لا بطل يسأل. لا. قالت له انا طالعة مع صحباتي. قالها انجوي. أبا. قالت له أنا بتطلع ما رن ولا رنة. روحت متأخرة أكثر من الوقت الاعتيادي. دخلت قال لي شو إن شاء الله تكوني انبسطتي. أعرفي إنه هو بكوكب آخر طبعاً. خلاص. أنا بتعرفي شو مشكلتي. يعني للأسف في عدد كبير من الأزواج والزوجات بيضطروا إنهم يعيشوا حياة هم غير سعداء فيها. ليش؟ من باب الضغط الاجتماعي، من باب عدم تقبل الأهل لفكرة الانفصال أو الطلاق، من باب الاعتماد المادي، سواء المرأة معتمدة على هذا الرجل أو في بعض الأوقات العكس. مشكلتنا أنه إحنا مرات منقبل أن نعيش حياة فيها نفاق. يعني بدك تمشي الدنيا، بدك تمشي الدنيا. بس أنا أوكي هلأ دفنتلي في تنازلات وفي تضحيات بأي علاقة زوجية، بس تمشي الدنيا بطريقة غير عن ما انه انا دائما مثلا شايفه هاي الست لحالها، دائما هاي الست بس اليها كيف حالك، يي جوزي الله يقطعه. مش حلو هيك، مش حلو، مش هي هيك الجيزه. لا، في ناس بحبوا بعض وعادي بكونوا مبسوطين. وينهم؟ دليني عليه. يلا اعطيني علامه من العلامات يا رهوف التي تدل على انتهاء الحب. شوفي هلا في يعني اذا بدنا نحكي بصراحه، بعض الازواج بيصير بينهم موضوع التقارب العاطفي والعلاقة الحميمية والعلاقة حتى العاطفية شبه معدومة. نعم. البعض طبعا احنا بمجتمعاتنا بيجي بيفسر بيقولك ما هيك الناس، يعني خلص هم بطلوا عرسان، يعني ما في داعي يدلعها، ما في داعي يعبطها، ما في داعي يقعدوا يحضروا تلفزيون مع بعض. بالنسبة لهم هاي بتصير امور، يعني شو مفكرين حالكم لساتكم من بارح اتجوزتوا؟ كأنه هاي الامور يجب ان تندثر بعد سنوات من الزواج، ولكن هاي مؤشرات على انه الحب بين الرجل والمرأة بهاي العلاقة قد انتهى، لأنه أنت لما بتحب شخص أنت بتحب تعبر له عن مشاعرك. وتكملة كمان رهوفة للي عم تحكي فيه، في إشي أساسي يا جماعة لازم تعرفوه، تحجج الزوج أو الزوجة بأنه هو ما بده ينام بجانب الشريك حياته، هو بده ينام جنب الأطفال، لأنه مثلا محمود دايما عنده كوابيس، فلان حاسسته رح يفلوز، فخروج أي طرف من الطرفين خارج غرفة النوم متحججاً بالأطفال دليل أنه هذا التقارب مش بطل يعني له. بالضبط، بطل يعني له. وهي على فكرة very alarming، هاي من الإشارات التي تنذر فعلاً بوجود مشكلة جسيمة في العلاقة الزوجية وشرخ كبير. قال كان رخيص العمر وحدك صار العمر علي غالي. طبعاً شخص لما بيحب شخص بيصير يحب عمره، بيصير يخاف على كل يوم من ايامه. يعني مظبوط اللي قالته الست ام كلثوم لما قالت يحسبوه ازاي علي. طبعا طبعا. يلا يا ستي، يعني عموما احنا عشان نختم هيك موضوعنا تو راب ات اب زي ما بيقولوا، الحب ما بده اثنين يفكروا فيه. لما انت بتحب شخص انت بتعرف انك بتحبه، ولما الشخص بيحبك بيعرف يبين لك انه هو بيحبك. فالعلامات اللي ذكرناها هي علامات وافيه وحقيقيه. اذا كانت ظاهره يا إما بدك ترجع تشعل شرارة هذا الحب إذا لسه في بذور، وإذا لسه ما في بذور يا إما بدك تاخذ قرار تعيش عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيه، أو تنثر بذورك في أرض مكان آخر غير قاحلة. صح 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 صح